أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين. هزة أرضية تضرب تركيا، سوريا، العراق ولبنان. لبنان تحت تأثير عاصفة قطبية. زمن التريودي تحضيرا للصوم مع الأب أثناسيوس شهوان. ليندا مطر بتستريح استراحة محارب أزلية. أهالي ضحايا انفجار مرفق بيروت نفذوا وقفتهم الشهرية يوم السبت أمام تمثال المغترب. الأمن الداخلي أصدرت نصائح لكل الأشخاص اللي بيعتمدوا الفحم بالتدفئة. بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، صرخة لمرضى السرطان أمام السرايا، رفع الدعم عن الأدوية وحكم بالإعدام. بلدية كفر دبيان أعلنت بدء موسم التزلج ابتداء من 4 شباط. أبا ضيوف حلقة اليوم دكتور شربي البحنة، الباحث العلمي والشاعر واللي حقق إنجاز لبناني عالمي في عالم الرياضيات، والأب جوزيف ضو المؤرخ الذي أرخ جذور المسيحيين العرب في الجزيرة العربية. مشاهدينا تابعونا عبر سكايب، رح يكون معنا مخرجة وكاتبة فيلم فرح اللبناني الشهير، بالإضافة لكمان منتج ومنفذ الفيلم كانتون أوكسلي، وأكيد رح نكون لوقفة تاريخية مع الباحث وأستاذ الجامعي الدكتور إيلي جورجلياس لنحكي هل فعلا التاريخ بيعيد نفسه. تابعونا إلى حلقة On Time.